يعني الحاج يوسف عقار من الشخصيات الوطنية العراقية التي أستطيع أن أسميها من الشخصيات النادرة. كرس كل حياته منذ شبابه إلى الآن، يجمع كل القطع القديمة التي تحاكي التراث العراقي والتاريخ العراقي. إلا أن مجموعته ظلت حبيسة داره وبيته، ولا يستطيع الحفاظ عليها إن لم تكن هناك رعاية من الدولة، ورعاية بشكل خاص من محافظة النجف والمجلس، مجلس محافظة النجف والمجلس البلدي بالذات. أنا أسست هذا المتحف، أسسته من السبعينات، وتعبت به هواية واشتغلت به هواية، حاولت أن ألقى لي مكان في مدينة النجف وهو يمثل تراث العراق والنجف وثورة العشرين. ما لقيت، ما حد دعمني، ما حد ساعدني من كل الموظفين والإداريين والمسؤولين اللي زاروني وزراء والنواب كلهم زاروني، لكن ما حد مد إيده إلي، مد إيده يعني بالتعاون، أنا ما أحتاجهم سوى أنه مكان، يعني يكونوا لي مكان حتى أنقل متحفي، لأنه الساعة الغراض كلها متكدسة، شي فوق شي، صار بها اندثار، صار بها أتربة وتعطلت، وأنا أصابني اليأس، أصابني اليأس، أنا يأست. فلذلك استام قرر أنه حتى لو يجيني واحد أبيعه أخلص من عده، لأنه ما شفت يد تساعدني، ما شفت يد من الدولة من المسؤولين، كل من ما مهتم إلا بجيبه. فلذلك أنا أطلب من كل أي مسؤول، أي طيب، أي محترم يريد يشتري خل يشتري، يريد يعطيني مكان بس خل أهيئ لي متحف تراثي يمثل شيلة رأس للنجف وللعراق. كل العراق